الحال مرحب مرحب يا هلال، اهلا اهلا كيف الحال، قد غبت واليك اشتقنا. كيف الحال؟ بص حبايب قلبي، اهو البصل اهو نقعته زي ما انتوا شايفين في ميه سخنه وملح وخل. هتاخدي كبشتين كده من الملح، كبشتين من الملح حلوين كده، يعني حوالي بتاع 4 معالق كبار مليانين، وهترشيهم على البصل كده، دول 2 كيلو، وهتنقعي في ميه سخنه. هنقعه بقى من بالليل مثلا، يعني هننقعه من بالليل لتاني يوم الصبح، ونرجع مع بعض نشوف هنعمله ازاي. بص حبايب قلبي، اول ما اتنقع اهو بيتقشر بكل سهوله. بص ابيض عشان حطينا له خل، يا رب الصوره تبقى ظاهره معاكم. اهي اهي، انا لما نقعته القشره اتقشرت معايا بكل سهوله. بصوا اهي، قعد ليله يعني يوم كامل، نقعته بالليل من بالليل لتاني يوم بالليل برضو نفس الميعاد اللي انتي نقعتي فيه، هتلاقيه بيتقشر بكل سهولة كده. اهي اهي اتقشرت، ما بتاخدش منك اي وقت خالص. هتحطي حبة الملح اللي قلنا عليهم ومية مغلية وتنقعيها ليلة كاملة من بالليل لبالليل تاني يوم، يعني مثلا نقعتي 9 بالليل النهاردة، تعملي 9 بالليل تاني يوم. ظبطي انت بقى، عايزة تعملي بالنهار عايزة تعملي بالليل براحتك. اهو اتقشرت بكل سهولة، بنشيل الحتة اللي فوق والحتة اللي تحت. طبعا لازم يتغسل، انا غسلته جامد قوي بعد ما قشرته غسلته بالطريقة دي. لازم تغسلي، هو لونه ابيض عشان حطينا مع في النقع بتاعه حطينا خل، بنحط ملح حوالي 3 معالق كبار ملح مع حبة خل، يعني بتاع 2 معلقة خل كبار كده على حسب كمية طبعا البصل اللي انت عاملاه، دول حوالي 2 كيلو، و حطيت عليهم 2 معلقة كبار 3 معالق كبار ملح، وعليهم 2 معلقة خل كبار. معايا التوابل بقى هنا ايه؟ معايا التوابل، جزر مبشور حوالي 2 معلقة كبيرة، معايا ورق لوري زي ما انتوا شايفين ورقتين او 3، معايا 1/2 معلقة صغيرة كركم، معايا 3 فصوص ثوم، معايا حبة البركة، ومعايا خل طبعا، ومعانا ملح، ومعايا 3 ليمونات كبار. يبقى معانا جزر مبشور، ممكن تحطي 2 معلقة على حسب رغبتك وعلى حسب البصل اللي انت الكميه اللي انت هتعمليها. معايا 2 ورقة لور كبار اهم، ومعايا كركم 1/2 معلقة صغيره، ومعايا 1/2 معلقة صغيره حبه البركه، ولو عندك عصفور برضو حطي بيبقى جميل، ومعايا 3 فصوص ثوم. هنعمل ايه؟ سهله الحكايه مش تقيله خالص. هنحط التوابل دي كلها عليها كده، ومعايا هرسة الشطة احنا عاملينها قبل كده مع بعض على القناة. هناخد 2 معلقة كده، تحطي 2 3 معلقة، هي بتديها لون جميل اهي. اللي بيحبها مشطشطه يحط شطه، انا عشان الهريسه دي مش حراقه قوي هحط حبه شطه كده، بيديله ريحه وطعم.
ومعايا ايه تاني؟ وهنحط معلقتين ملح كبار، يا رب يكون ظاهر. يبقى حطينا ورق لوري، حطينا كركم، حطينا بشر جزر، حطينا 3 فصوص ثوم، حطينا الشطة بسيط، وحطينا كركم، وحطينا هرسة الشطة. هنقلب كل المقادير دي في بعض. الريحة جميلة قبل ما يتعمل، ريحته بسم الله ما شاء الله جميلة، اهي بتبقى جميلة قوي في رمضان ان شاء الله. وكلنا بنحب مخلل الجزر، مخلل البصل. احنا عاملين قبل كده مع بعض الليمون، وعاملين الخيار، وعاملين اللفت، وان شاء الله هنشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. معايا برطمان، طبعا من البطرمانات لازم تتعقم اهو. بص بقى شكله ولونه وريحته جميلة من قبل ما يتخلل اهو. انا معايا بطرمان، طبعا البطرمان لازم تعقميه مية سخنة وخل وتسيبيه كده. انا معايا البطرمان ده كبير، فهعمل في الصغير احسن. هقلبه كويس وارجع لكم تاني. قلبته كويس بقى، هبتدي احط في البطرمانات بتاعتي. لازم تتعقم يا جماعة عشان الحاجة المخلل ما يبص منك. هتعبي بقى الكمية اللي انت عايزاها. عبيه وارجع لكم تاني. اهو يا حبايب قلبي عبيتهم في البرطمان الصغيرين. لقيت ان هياخد برطمانات كتير بصراحة، اكتر من 4 برطمانات المقاس اللي انا وريته لكم، فده برضو معقماه فحطيته بده. معايا بقى الخلطة زي ما انتوا شايفين. طبعا احنا خدنا البصل، دي الخلطة اللي احنا عملناها. هعمل عليها ايه؟ هعصر عليها الليمون، 3 ليمونات ونص كوباية خل، نص كوباية خل كده اهي. مع ال3 ليمونات الكبار انا عندي العصارة، بس انا بحب البذور بتاعت الليمون. العصارة بتديك المية بس، انما اما بتعصري على السكينة كده ما بتاخدش وقت معاكي. البذور بتاعت الليمون دي بتبقى حلوة برضو، فاحنا بناخد فايدة الليمون كلها. هعصرهم وارجع لكم تاني. اهم يا حبايب قلبي عصرت الليمون. هعمل ايه تاني؟ هجيب 2 كوباية مية دافيين، مغلية وبردة خالص. لازم المية اللي تزوديها تبقى مغلية وبردة خالص. هنحط الملح، هنحط ملح 4 معالق، يبقى حطينا 2 واحنا بنقلب البصل. ودي 1 2 3 4، 4 كبار كده. قبل ما احط الميه اقلب الملح كويس كده.
المية اللي هنزودها انا غليها وسبتها تبرد خالص عشان دي اللي هنزود بيها المية بتاعت المخلل. ادي كوبايه ادي كوبايه هقلب الملح وارجع لكم تاني. اهي يا حبايب قلبي هفضيها بقى في البرطمان كلها كده اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. لسه هنعوز ميه تاني اهو يا حبايب قلبي. هنحط بقى بتاع ربع كوباية زيت. ربع كوباية زيت، ده الزيت ده لازم عشان يحفظ لك المخلل، وطبعا مش هنفتح عليه إلا على رمضان على أول يوم إن شاء الله هنفتح مع بعض المخلل أهو كده أهو. وتقفلي بقى لازم غطا محكم، تجيبي كيس بلاستيك، تجيبي لازم يتمنع عنه الهوا كده، تجيبي كيس بلاستيك كده أهو وتروحي قافلة عليه. وهنعمل ايه بقى؟ هتفضلي تعملي كده على اساس اللي تحت يبقى فوق واللي فوق يبقى تحت كده اهو يا حبايب قلبي. كل سنة وانتم طيبين، يا رب المخلل يعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.